للحديث أكثر عن عودة زخم تظاهرات ثورة تشرين المطالبة بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية رغم القمع المستمر من قبل الميليشيات والقوات الأمنية، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات السيد وحيد عقيل. سيد وحيد، بداية مرحبا بك، لماذا عادت التظاهرات من جديد بهذا الزخم الكبير في ساحات التظاهرات؟ بداية السلام عليكم وعلى المتابعين الكرام. وعليكم السلام. قضية التظاهرات والاعتصامات اللي جاي أو ما جاء في جدد محاولة تجديد، لأن حاليا يواجهون منع ومنع جدا قوي. بداية التظاهرات اللي طلعت هي تطالب بنظام قاسي أو نظام حكومي يكفل حق الشعب قبل القصة أو المصالح الشخصية على الصعيد السياسي أو الحزبي أو الغيره إلى آخره. طلعت التظاهرات ضمن النقاط اللي تطالب بها اللي ذكرتها، واجهت بعد القوة والقمع والعنف والميليشيات والأحزاب والدولة. طبعا الميليشيات والقمع ما صار من جانب واحد، احنا قاعدين نرجع السياسة من واحد، لا، كل المشاركين بالسياسة إن كان شيعي أو سني أو كردي أو قمع قاطبة، ما نعول على جانب واحد. لما نواجهوا الوعود والكفالات والضمانات والى اخره، الكذبه السياسيه المعروفه، صار نوع التهدئه او الدارج عندنا البنج، صارت نوع التهدئه، استقاله عادل عبد المهدي، تراجع القمع شيئا ما، السياسه الناعمه اللي استخدمت والمتظاهرين خلتهم نوعا ما يبدأون، تولي الكاظمي الى اخره. لما نتولى الكاظم الحكومه ورئاسه الوزراء اعلاميا اللي راقبه اعلاميا فهو رئيس وزراء ناجح قوي مسيطر صاحب كلمه يقدر يسوق الدوله الى بر الامان، لكن واقعا للاسف واقعا ما اعلاميا بالليل نشوف انه الحزب الفلاني تمت محاصرته بالفلاني، صادروا امواله واعتقلوا ان الوزير الفلاني، وخير مثال الايساوي لما يرجع ما يطول بيها الامام او اصلا ما بقى. والان عادت تظاهرات بزخم كبير في ساحات التظاهرات بالمحافظات المنتفضه الجنوبيه وبغداد ايضا. اذا تسمح لي مو كلام احكي لك اياه من ضمن الاسباب، يعني اذا تحب تفصيل او اعبرها شلون. نعم، على عجاله لو سمحت. هاي الامور كلها الايساوي او ما رافقه وغيره من النواب من كل الجوانب، هاي اثبتت للشعب انه ماكو حكومه ناجحه، وان الفكر نفس الفكر والمحاصصه نفس المحاصصه والقمع نفس القمع والاشخاص نفس الاشخاص. نعم. فما تغير شيء. حاولوا تجديد الثوره. مقابل هاي الفتره اللي بدات فيها التظاهرات والفتره اللي تراجع فيها الزخم الاحتجاجات والتظاهرات، عاودت الحكومه قوتها والميليشيات قوتها وسيطرتها، مثل ما تقول دخلوا القوه الى مثل هيك ايام. لما حاولوا المتظاهرين يرجعون لطبيعه التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات تفاجئوا بالرد الحكومه اللي متصورين انه بالعكس تهدئه ومنع الوصول الى بغداد وجائحه كورونا. طبعا هي موجوده كورونا لكن 50%. طيب استماتت القوات الحكوميه والميليشيات في رد المتظاهرين القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق، لماذا هذه الاستماتة؟ لماذا منعوهم من دخول بغداد؟ عزيزي، بغداد حاليا هي مركز السياسة ومركز القوة ومركز الحكومة. حتى التصويت الإعلامي لما اليوم بالناصرية بالأنبار بالبصرة بالموصل بأي مكان أي محافظة كانت، لما يستشهدون 100 ويستشهدون ببغداد 5 بالتظاهرات، يصير التركيز الإعلامي على 5 اللي ببغداد. ليش؟ لأن هي مركز تسلط الاضواء الاعلاميه والعالميه لذلك بغداد تمثل الواجهه مثل ما يقولون. بغداد مقدمه البيت، فالعالم اول ما تنظر لمقدمه البيت، ما تدقق بالتفاصيل الداخليه. لذلك اي زخم يصير ببغداد فهي اشاره جدا قويه للاعلام العالمي انه بغداد رجعت فيها التظاهرات. ليش اليوم متظاهرين عندنا بالبيقار وبالبصره وبغيرها اكثر من متظاهرين موجودين ببغداد بفعل الاغلاق اللي صار على بغداد، لكن الاغلاق ما تسلط عليهم مثل ما تسلط على بغداد.
بواحد 10 لما طلعوا بغداد طلعوا 10,000، لكن بالمحافظات في محافظه طلع بها 20 و15,000. نعم. لكن التصويت وين صار؟ على بغداد، لذلك بغداد هي الواجهه، وهم قدر الامكان يحاولون يمنعون الوصول لهذه الواجهه، لان نعم. بغداد تمثلنا الواجهه. نعم، شكرا لك سيد وحيد عقيل، ناشط في التظاهرات من محافظه الناصريه في العراق.